من بغداد ينضم إلينا مراسل الغد محمد فاضل. إذا محمد، تابعت معنا بالتأكيد هذا المؤتمر الصحفي المشترك المقتضب للغاية، دعنا نقول. أبدأ معك بتفسيرك إذا ما كانت هناك معلومات متاحة حول تأكيد أبو الغيط أكثر من مرة أنه زار بغداد بدعوة من وزير الخارجية محمد الحكيم. نعم، فعلا الدعوة كانت من قبل وزير الخارجية للسيد أحمد أبو الغيط، على اعتبار أن العراق يحتاج في هذه المرحلة أن يكثف جهوده في التنسيق إلى العمق العربي، خصوصا وأن الجامعة العربية اليوم يعني تعمل على إعادة العراق بقوة إلى هذا العمق العربي. وبالتالي أيضا هناك كثير من القضايا العراق طرحها مع الجامعة العربية ومع السيد أحمد أبو الغيط تحديدا، منها القضايا الأمنية المتعلقة بأمن العراق وأمن المنطقة عموما، بدءا من الخليج وسوريا واليمن ولبنان وكل هذه الأمور التي يعتقد العراق بأنها تؤثر بشكل كبير على أمنه واستقراره، إضافة إلى ذلك المواضيع السياسية وموضوع النازحين الذي ربما يشكل عقدة كبيرة لدى العراق وأيضا لدى الدول العربية الأخرى. وأن العراق قدم بالفعل مقترح للسيد أبو الغيط، مقترح لإعادة النازحين أو تطهير النازحين أو مساعدة النازحين، ليس العراقيين فقط إنما النازحين العرب في كل العالم. وبالتالي هذا المقترح سيطرح بشكل رسمي خلال الاجتماعات المقبلة، وأن العراق سيترأس المجلس الوزاري العربي وبالتالي سيكون له دور كبير. على المستوى الاقتصادي أيضا كان حاضرا هذا الأمر في مناقشات ومباحثات هذه اللقاءات، خصوصا وأن الجامعة العربية تود إعادة إعمار العراق بكل الطرق، وبالتالي ستسهم في هذا الملف بشكل واضح، وأيضا ستفتح الباب أمام الدول العربية التي تكون مشاركة في هذا الموضوع. أبو الغيط أيضا سيلتقي برئيس الجمهورية، رئيس البرلمان ورئيس الوزراء، وسيطرح المشاكل العالقة في المنطقة، خصوصا أيضا سيكون ملف مهم جدا في هذه المباحثات، وهي القضايا العالقة ما بين بغداد وأربيل، على اعتبار أن أبو الغيط ساهم في مسألة استفتاء كردستان عام 2017 وكان له دور في حل هذه المشاكل. نعم محمد، أيضا حسب المعلومات المتوفرة، أرجو أن تؤكد لنا أو تنفي ما يتردد عن أن كان هناك خلاف بين الجامعة العربية وبين بغداد فيما يتعلق بمطالبة بغداد للجامعة بأن تكون أكثر شدة في مواقفها بعدما تعرضت مراكز للحشد الشعبي لغارات إسرائيلية، ومن ثم تأتي هذه الزيارة في المقام الأول لإضافة هذا البند في الاجتماعات لوزراء الخارجية العرب الأسبوع المقبل. لا يوجد أي خلاف ما بين الجامعة العربية والعراق فيما يخص هذا الأمر، لكن كانت هي مطالبات من بعض النواب في مجلس النواب العراقي بأن يكون هذا الموضوع حاضرا، وبعض النواب قالوا بأن يجب أن يكون هناك دور للجامعة العربية أكبر في مسألة القصف الذي تعرض له الأراضي العراقية خصوصا مقرات الحج الشعبي، لكن كموقف رسمي لا يوجد أي خلاف، على العكس من ذلك، يعني العراق بدعوته هذه للأمين العام للجامعة العربية أكد أن هذا الأمر غير موجود ونفى هذا الأمر. تبقى مسألة الاعتداءات التي تعرض لها العراق من خلال طائرات مجهولة بحسب الرؤية الحكومية، وأيضا يعتقد بأنها إسرائيلية، فعلا طرحت لكن من قبل وزير الخارجية العراقي لبحث إمكانية التصدي لأي عدوان قد يحدث على العراق أو حتى إمكانية حفظ أجواء العراق بالتنسيق مع المجتمع العالمي ككل ومع مجلس الأمن الدولي. نعم محمد فاضل مراسل الغد في بغداد، شكرا لك.